ونرجس هي اللي فتحت له الباب. شلون شلون؟ ايه والله يا ابن عمي مثل ما عم قلك. وانتي وين كنتي؟ الخدامه وين كانت؟ انا كنت بالمطبخ والخدامه بعتها على السوق لحتى تجيب لي شويه خضره. والله ما سمعت صوت السقاطه، ما سمعتها. قامت هي رقدت لحتى تفتح الباب. لا هذا الشيء ما بينسكت عنه بنوب. شو راح تعمل ابن عمي؟ انا مالي قليل شرف لحتى اسكت، وهي مو شغلتك. وهلا بقدر اقول لك رح تروحي لبيت اهلك روحها بلا رجع يا نرجس خانو. احكي لشوف احكي. لك شو بدي احكي يا ابن عمي؟ لك والله العظيم ما قربت نحبه وصاق ولا بعرف شيء ولا بعرف مين كان على الباب اصلا. لك شلون يعني شلون؟ قلت لك والله العظيم ما بعرف هي عم تكذب. هات المصحف لاحلف لك عليه. رح اعطيك المصحف تحلفي. وانا جاهزه، انا ماني كذابه، هي اللي عم تكذب. ماشي بكره بنشوف مين الصادع ومين الكذاب. بكره لك الله يوفقك يا فتحي يا الزفت. شبك ابن عمي؟ كانك مالك مصدقني. انت مين قال لك انه هي اللي فتحت له الباب؟ لك انا كنت بالمطبخ، قمت ناديت عليها شيء انه طلعت من باب المطبخ ولا سمعت لك الصوت وين؟ ناح باب السقاط، ركضت قمت لقيتها واقفه عم تحكي معه. وشو كانت عم تنقبر تحكي معه؟ كانت عم تقول له وانت شو بدك؟ وشو كمان؟ شو بيعرفني شو كمان؟ هي شافتني طالعه من باب المطبخ وركضت رقيد على غرفتها، قال يعني تركت لي مجال مشان اكمل الحديث معه. شو العلامة؟ يو علامة شو؟ يعني شو حكيتي مع البطيخ مع بزاروش؟ ايه صح، قال لي انه انت بدك تجوزه اخت شغيلك. شفت شلون؟ هيك ولا مو هيك؟ بلا هيك. ها انا ما بكذب ابن عمي. ماشي بكره بنعرف معي اذا عم تكذبي ولا لا. لا ايو ليش لحتى اكذب؟ ليش في بالعادة؟ لانكم ضراير والضراير ما بيطيقوا بعض. ايه مزبوط، انا ما بطيقها ولا بحب شوف خلقتها، بس يعني كله الا الشرف. لا ابن عمي انا بالشرف ما بحكي بنو. ماشي ماشي ماشي، بكره انا بعرف الحقيقه من ابو كلبه وجاروش. ماشي لك احكي لك احكي لشوف. ليش السؤال لك صوري؟ لك اي سؤال عم لك احكي. انت رحت عندي على البيت ولا ما رحت؟ حقيقه لك احكي، رحت ولا ما رحت؟ رحت. مين فتح لك الباب؟ المستورة مرتك نرجس. بس ما صار حكي بيني وبينها بنوب، بس قلت لها تنادي لي عمتي. وشو حكيت مع عمتك؟ حبيت فرحها انه جوز عمتي بده يجوزني من اختي الشغيل عرفان. ايوه لساتك بتحبها ولا؟ لمين؟ لمرتي اللي كنت تتجوزها. ولشو هالحكي لك صهر؟ اعوذ بالله هذا الكلام قديم كثير. انا لما رحت طلبتها من ابو صبحي وهي ما خلصنا خلاص ونطلع من هون. امشي بامر عيونها. انت طالع طالع طالع. ليش هيك ابن عمي؟ ليش هيك عملت؟ انت مالك علاقة، ما دخلك. لك طول بالك، بعدين ابن اخي ما له وسخ لهالدرجة. وسخ وحقير وكلب وصر معي، فهمتي ولا لا؟ لك يا ابن عمي الولد تاب ومشي حاله. لك اللي مثله ما بيتوب. لا حول ولا قوة الا بالله، لك انت ما بتعرف شيء، ما بتعرف شيء. شلون يعني ما بعرف شيء؟ خلص، ما في شيء، ما في شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ماما لإمتى بدك تضلي زعلانة وعم تبكي؟ يا ماما بعمرها قصة الطلاق ما كانت سهلة. والله بعرف، بس يا بنتي الحمد لله إنك خلصتي منه، من واحد قليل الأصل. يا ماما أنا ماني زعلانة على أبو جوهر. لكن على شو؟
أنا زعلانة إني انظلمت. انظلمتي بشو؟ اتهمني بشرفي. يو شو هالحكي؟ ومع مين؟ مع أبو جاروش الوسخ. إن شاء الله يبعث لهم حمى هن الاثنين، أنجس من بعض. وينو أبي يامو؟ راح يدور على شغل. ليش؟ لأنه ما بده يرجع يشتغل بالزريبة بعد اللي صار. معه. وإنتي كمان أمي، الله يرضى عليكي، أوعك ترجعي لعن جوزك؟ يامو أنا مستحيل أرجع. أصلاً بالشرع ما فيني أرجع له، أبو جوهر طلقني بالثلاثة. إيه الحمد لله. لا 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 ما كان لازم رجع أبو جاروش لعندي، وما كان لازم جيبه شاهد على جوازتي منها. لو كنت بعرف إنه لساتك عم تفكر فيها يا أبو جاروش فلا كنت تجوزتها. غلطي الكبير إني طالعتك من الحبس. كنت لازم خليك محبوس طول عمرك يا كلب. انت لازم تبعد الشك عن حالك مشان ما تنكشف لعبتك لك عمتي. لعبتك عمتي؟ لعبتك مو لعبتي. لك افهمنا بقى، لعبتك ولا لعبتي؟ مو هون المشكله، لازم تخليه يرجع يوثق فيك. خير كله خير. وين هلا هو؟ قاعد بغرفته، قاعد زعلان عليها يا بعدي لا تقرف. لسا بده يزعل كتير. اوف، وليش بقى؟ انا مالي نسيان له اياها لما اتهمني انه انا عم بيع لحم فاسد وعلقني مع العسكر. لك هلا حاجتك بقى، اول شيء انت انحبست ما كان مشان هيك، بعدين القصه صار لها زمان، صارت قديمه. ما تنسى تقبرني انه هو اللي طالعك من الحبس. يو طالعني من الحبس؟ هلا سنتين ولا مو سنتين؟ المهم شو عم تعمل هون ولا واطي؟ انا مالي واطي ومالي ندل، وخاصه مع اللي مدلني ايده وعملني رجال. شو جايبك لهون ولا جاي بري حالي من التهمه الباطله تبعك؟ مو تهمه باطله بنوب. لا باطله وما لها اساس. نفسي نفسي صدقك انا. هات لحلف لك على شو ما بدك اني انا ما بفكر فيها ولا حكيت معك كلمه برات الطريق، وانا ما ممكن افكر اني مس شرفك. يا ريت اقدر صدقك. صحيح انا بعمل غلط بحقي وبحق عيلتي، بس ما ممكن احلف كذب. وهي شو؟ ولك هي اشرف من كل سوار الحاره واشرف من كل سوار الشام. طبعا من بعد عمتي فتحيه ست الحاره. انت عم تقول انك بتحلف بالله؟ وانا لساتي عاد كلامي. روح على بيتك. رايح، بس بدي اياك ما تشك بابو جاروش يلي خدمك طول عمره. بحياته ما قصر معك. انا سلمتك مذبحي صاري. عم اقول لك روح على بيتك. بامرك، امر عيونك. يلا السلام عليكم. خاطرك عبدي. الله معك تقبرني، ما تواخذنا تقبرني. يا ظالما جا هونك على مهلي. انت ما رح ترجعي له، بس العطر علينا نحن. ليش يابي؟ لانه يابي بكره حيجي لعنا ويطالبنا بالبيت، وهاتي لنلاقي بيت تاني يصير معنا مصاري ندفع إيجاره. إذا عمي شو رأيك بكرة تروح تدور على بيت أحسن ما يجي يقلعنا ويزلنا؟ هو هيك هو هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش هيك عم تطلعي فيه؟ شو ما بدك تقلعهم من البيت؟ لا ما حقلعه من البيت. وليش بقى؟ هيك لاني بدي رجعها لنرجس. بدك ترجعها؟ ايه بدي رجعها لاني حاسس حالي ظلمتها. ايه لا سيدي ما ظلمتها، ما ظلمتها ولا شيء. واذا مفكر حالك يعني رح تجيب لك ولد طمن، صوص ما رح تجيب لك. وليش بقى؟
لأنه أنت تقبرني لي ما بتجيب أولاد. وليش مو أنت اللي ما بتجيبي أولاد؟ لأنه أنا بعرف حالي. الداية فحصتني وقالت لي أنه أنا بجيب أولاد، وأنت الحكيم فحصك وقال لك أنه أنت ما بتجيب. لا، أنا بعرف حالي أنه بجيب أولاد، ومتأكد من حالي أني بجيب أولاد. وأنا متأكدة ومتأكدة أكتر أنه العطل منك. ماشي ماشي، رح رجع لنرجس ورح تشوفي بعينك كيف رح تجيب لي أولاد. أنا مو جاي مشان البيت. كان مشان شو جاي؟ أنا جاي رجع لك البيت وعوضك عن كل شي خسرته بهالحبسة. شو هالحكي؟ من وين إجاب كل هالكرم فجأة؟ أنا جاي منشان رجع نرجس لعصمتي. أها، رجع نرجس لعصمتي. إيوه. ما راح تزبط يا لطي. وليش ما حتزبط؟ لأنه الشغلة مو بإيدي. بإيد مين لك؟ بإيد سبحانه وتعالى، إيد الله. ما فهمت عليك جوهر. أنت لما طلقتها لنرجس مو طلقتها بالثلاثة؟ إيه مزبوط هالحكي. يعني أنت طلقتها ثلاث مرات وهيك ما عاد يجزدك ترجعها بنوب. والحل؟ مثل ما قلت لك، الحل بإيد الله. الله يصلحك ويهديك يا أبو جوهر على العمل اللي عملته. الله يصلحك ويهديك. يعني شيخي هلأ الطلاق بالثلاثة وقع ولا ما وقع؟ وقع. شلون ما وقع؟ شو يعني؟ يعني هلأ ما فيك ترد نرجس لحتى تتجوز واحد تاني، وما فيك تفرض عليه يطلقها على كيفك. هو على كيفه، إن حب له بيطلقها، ما حب له ما بيطلقها. يعني أنت ما فيك تعمل معه شيء. احكي غير شيء شيخي، غير شيء يعني احكي. وقبل كل شيء بدها تمسك عدة طلاق 3 أشهر و10 أيام بالتمام والكمال. كمان؟ لك هذا دين يا أبو جوهر، دين مو دين. طيب شيخي، يعني ما في فتوى هيك ولا هيك مشان رجعها؟ لا ما في. شو بترجع لك؟ ما في فتوى. ليش معصب شيخي؟ هدي هدي. معصب لأنك لك على حكم الله يا ابن الحلال. معصب لأنه هذا حكم الله. لك ما بيصير. قال الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم.